النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. فالأحداث مناسبة للتذكر والذكرى، وأعظم الأحداث الأحداث الإسلامية، ومن بين هذه الأحداث هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. وهذا الحدث يصادف هذه السنة سنة 2438 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر عظيم الأمة وقائد الخلق وخيرهم وأفضلهم وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة التي تعني الانتقال، والانتقال الحسي والمعنوي، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى مكان، لكن انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من قوة إلى أفضل وأعظم وأكبر قوة، من عزة إلى أكبر عزة صلى الله عليه وسلم. والكون كما تعرفون، الأرض كانت تعيش جاهلية جهلاء، تعيش ظلاما دامسا، تعيش كفرا من جميع النواحي، تعيش اضطهادا وظلما وزورا، تعيش ما لا يوصف، وما لا تعيشه البهموات في الغابات والحيوانات في الغابة بشرية. وهكذا حين ينقطع الإنسان عن السماء وينقطع عن الوحي، فيصير وحشا مفترسا بالأكثر. فالحيوان لا يفترس إلا إذا جاع، قليل من الحيوانات التي تقتل بدون هدف، ولكن البشر إذا انقطع عن السماء فيقتل بلا رحمة وبلا سبب وبلا هدف، بل قد يقتل الإنسان ليقطع صلته بالله، كما يقع الآن للمسلمين في بورما، يأخذون الطفل فيضعونه في النار، أحرقوا آلاف من الأطفال، ويقطعون البشر إيربا أجزاء ويضحكون، والعالم يتفرج عليه، وما نقموا منهم إلا أنهم يؤمنوا بالله ورسوله، وما انتقموا منهم وما غضبوا عليهم وما قتلوهم إلا أنهم يؤمنون بالله ورسوله. فأنتم يجب أن لا تؤمنوا بالله ولا برسوله، هؤلاء هم البوذيون.
فكانت البشرية قبل ذلك هكذا. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث في مكة المكرمة، بعثه الله عز وجل الجزيرة العربية وبالتحديد مكة المكرمة. هذه مكة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كان وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حولها أصنام وأوثان، وقبل القرن السابع كانت على التوحيد من عهد إبراهيم عليه السلام. في القرن السابع الميلادي أدخل إليها الأصنام والأوثان وبدأ الشرك يدب فيها، فالله عز وجل أراد أن ينقذ عباده، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذب بشرا ومعذبهم حتى يبعث فيهم رسولا. لا يعذب الله عز وجل البشر إلا إذا أقام عليهم الحجة. فولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبعث بمكة المكرمة، النور شع وظهر في الكعبة المشرفة. وهؤلاء القوم سواء من قبيلته أو من بطون العرب أو من القبائل قريش، قريش هي التي كانت تسيطر وهي التي كانت تسكن الكعبة وقبائل الأخرى، ولكن منها والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فالله اختاره أن يكون نبيا ورسولا، والناس يعبدون الأصنام والأوثان ولا يعرفون الله إلا اسما، هكذا البشر وقته لا يعرفون الله إلا اسم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله، لكن لهم أصنام هبال واللاتا والعزى، أصنام يعبدونها من دون الله. فأرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما أنزل عليه اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتح له الكون، فتح له فهم قلوب العباد، فتح له الخريطة العالمية لتقرأها يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القراءة حروف، وما كان يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد الله أن يكون معجزة للبشرية. إذا كنتم أنتم تدرسون وتقرؤون وتبحثون وغير ذلك، فهذا أرسلته لا يقرأ ولا يكتب ولكن معجزة، وسيتحداكم بما يتنزل عليه. فأرسله الله عز وجل فإذا به يدعو الناس إلى التوحيد، لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، فاصدع بما تؤمر بعد 30 سنوات. فصدع به، هذا الرجل يريد أن يبدل ديننا ويسفه أحلامنا ويطردنا من أرضنا ويؤلب علينا نساءنا وأولادنا، فهذا لن يقبل أبدا. هذا الذي كنا نعرفه، هذا الشاب نعرفه، عاش بيننا، مات أبوه وهو في بطن أمه، وتربى في البادية، ماتت أمه وهو ابن 6 سنوات، وكفله جده بعد 2 سنين وهو ابن 8 سنوات، مات جده، وكفله عمه أبو طالب، ثم سافر به التجارة، وبعد 25 سنة تزوج خديجة وعرفناه يرعى الغنم، وعرفناه ولا شك أنه الصادق الأمين، ولما بلغ 40 سنة هو منا ونحن منه، فإذا هو يقول لقد أنزل علي الوحي، أرسلني ربي. لماذا لم يختار ربه أبو لهاب وأبو جهلين؟ لماذا لم يختار الله مثل هؤلاء أصحاب الأموال
أصحاب المكانة وأصحاب الريادة وأصحاب الرياسة لهم كلمة في العالم يسمع لهم. هذا محمد يتيم، علاش يجينا بهذا الرسالة؟ الله عز وجل رضى عليهم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، بغوا يدخلوا في الإرادة نتاع الإله. شوفوا البشر بغوا يدخلوا في الإرادة نتاع الله عز وجل، احنا اللي كنقسمين، بغينا نختاروا هذا ونعطيوا لهذا نقلعوا لهذا. هو الملك الملوك، الله جل شأنه. قل يا محمد ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فقالوا لا نقبلها فحاربوه. في البداية يساومونه، اي والله يهديك، إلا بغيت الملك أعطينا لك، بغيت شي حاجة تحكم، بغيت تولي شي مسؤول شي حاجة، نعينوك على شي جهة إلا بغيتها، تبحثوا عن هذا. وإلا بغيت المال نجمعوا لك الأموال واسكت علينا. وإلا فيك شي جن كيأتيك بهذا الخبر كيقلب لك الراس، أشنو غادي نديروا؟ غادي نجيبوا شي واحد شي اللي غادي يقلع منك هذا الجن، غير كل مهني. إلا بغيت هاد الثلاثة، إذن هذه الثلاثة الناس كلها العالم كيتقاتل من أجلها واحدة منهم، إما الملك وإما المال وإما الإنسان حمق. أشنو بغيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا واحدة منها. وأشنو بغيت؟ قال له بغيت تقولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. أنا ما بغيت حتى حاجة، بغيت غير تقولوا لا إله إلا الله. أهنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا، هذه الكلمة ما نقدروش نقولوها. علاش ما نقدروش يقولوها؟ يقدروا يقولوها نفاقا، ولكن هم أصحاب اللغة العربية، لأن لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات. اللي لا يتقن ولا يوجد اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن ولا يستطيع أن يفهم معنى كلمة التوحيد. ولذلك المسلمين الآن كيوقعوا في الشرك بالله، لأنهم ما فهموش لا إله إلا الله محمد رسول الله. شنو هي لا إله إلا الله؟ لا إله، إحنا كنقولوها فقط لا إله إلا الله، لأن فيها النفي والإثبات. لا إله، لا إله معنى لا معبود، وثم تثبيت، تثبيت ما معنى لا معبود بحق إلا الله. الله جل شأنه الشافي العافي المعطي المانع الرازق الوهاب الضار، أن كل ما يقع لك أو عليك فهو من الله جل شأنه سبحانه وتعالى. فقالوا لا، انتقلوا أنهم أرسلوا له عمه، هذا ولد خوك ما بغاش يفهمنا ورسول قاسي، ففهموا أشنو بغى. جاء عنده قال له الله يخليك حاول قول شي حاجة. فطلبوا منه أنه يعبد الإله ديالهم ولا يسكت عليه، إدانهم شوية، ثم هم كذلك يثنوا على الإله ديالهم، يكون تبادل، أنت أثني علينا وإحنا نثني عليك. فالله عز وجل أنزل عليه صورة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ثم رجعوا لعمه، يا ودي خلي شد ولد خوك، هاي نديروا شي فضيحة، يضحكوا علينا الناس. جاء عندهم فحلي عمه قصح عليه، يعني كتر عليه، ففهم منه من عمه أنه يريد أن يسلمه للواقع. لما سمع منه هذا قالوا يا عم، شوف يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وكل مهني مشى عندهم قال لهم شوفوا، خلوا عليكم الرجل، خلوا عليكم الرجل. انتقلوا إلى أمر آخر، شنو هو؟ الإشاعات والكذب، لأن الضعيف ما يقدرش يواجه الآخر يبقى يكذب عليه ويتهمه. لماذا؟ باش يبعد عليه الناس وتكثر عليه الإشاعات
وربما يتنازل. اي هاد الناس ما بغوش يسكتوا عليا، نتنازل شويه. قالوا عندكم محمد راه سحار، راه عنده السحر، سحار كبير. ما شدت لهمش هذه، محمد شاعر ولم يؤمنوا به الناس، يؤمنون به الناس بهذا الكلام. محمد يفرق بين المرء وزوجه وبين الأبناء وآبائهم ولا أحد يصدقونه. فانتقلوا إلى أمر آخر. شنو هو؟ القوة. ما بغيش تسمع كاع هذه الوسائل استعملناها معك، ما بغيتش. إذن اتخذوا القرار أنه من أمسكوه وشدوه يؤمن وثبت عليه أنه يؤمن بإله محمد يعذب أو يقتل. قوي قتله. أول امرأة قتلها سمية أبو الشهيدة، ثم ياسر عذبوا ابنه. قوي قتله في الصحابة، يعذبوا منهم بلال العبيد، يعذبوا فيهم ويسجنوهم ويقتلوا فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى كثرة الإذاية في المسلمين، قال لهم هاجروا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. تخيلوا أيها الإخوة، تأملوا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عمره سافر إلا للشام التجارة، وما كانش عنده الخريطة، وما كانش عنده السفارة، وحده. شكون اللي قال له راه كاين ملك بالحبشة عدل لا يظلم عنده أحد؟ شكون اللي أعطاهم الخريطة؟ أعطاه الخريطة. إنه الله، إنه جبريل، إنه الله سبحانه وتعالى. فذهب الطائفة 12، ثم التحقوا بهم آخرون، وأولهم عثمان بن عفان وزوجته وابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية. ثم حاول الكفار أن يستردوهم، فملك الحبشة فرفض أن يرد أحد من المسلمين إلى مكة المكرمة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ضيقوا الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فين ما مشى يدعي الله عز وجل يوقفوا له ويحرشوا عليه البشر. فذهب إلى الطائف، سافر إلى الطائف، فحرشوا عليه السبب، بقوا يضربوا بالحجر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخره. ثم الله عز وجل طلب من جبريل، أمر جبريل أن يصعد بنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، إسراء في الأرض والمعراج في السماوات. ثم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو محاصر، توقع عليه الجوع، ممنوع يبيعوا ولا يزوجون منهم من قبيلته، فالحصار شديد. فمات عمه وماتت زوجته وسمي عام الحسن. الله عز وجل إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون، ينصر نبيه كن فيكون، ولكن لله سنان في الكون لا تتغير ولا تتبدل. إن تنصر الله ينصركم، الابتلاء اصبر باش ليعلم الله، ليميز الله الخبيث من الطيب. وشكون اللي صابر وشكون اللي كيعبد الله بحق وبصدق، وشكون اللي راه غير نافق وذاك غير المظهر. ثم 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في ابتلاء بمكة المكرمة، بعد ذلك أذن الله أن يهاجر إلى المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد العدة، يأخذ الأسباب، العقبة الأولى وبيعت العقبة الأولى والثانية. فانتشر المسلمون في المدينة المنورة، ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي وأبو بكر الصديق قبل، أي بعد المسلمين، ليرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات إلى أهلها، لأنه الصادق الأمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الأسباب ليلا بعد أن اتخذ المشركون قرارا حاسما بقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في دار الندوة ومعهم الشيطان هو رئيس الجلسة. شكون اللي غادي يتخذ القرار في محمد؟ شكون اللي يعطينا الرأي الصائب فيما نفعله في محمد؟ لنحد من دعوته، وكل واحد منهم من يقول نخرجه من أرض. الشيطان يقول لهم لا 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 لا، ما تخرجوش، حلاوة لسانه، تاخذ شي قرار آخر. منهم من قال نحبسه، نوثقه، نقيدوه السجن المؤبد، لا يخرج منه. قال لهم الشيطان لا لا لا، أصحابه قد خرجوا إلى المدينة
وغادي يستنصروا عليكم ويجيو بقوتهم ويخرجوها. هو انتم فشلتوا. فتدخل ابو جهل قال انا كنشوف واحد الراي حتى واحد موقع عليه، ما هو؟ قال ان نجمع من كل قبيله شاب جلدا ونعطيه السيف ولما يخرج من بيته يضربه ضربه رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل، وما تقدرش قبيلته انها تفأر لجميع القبائل، بغاو الديانه تولهم. قال فصفق الشيطان الحاضر معهم، قال هذا هو الراي ونعم الراي، نعم الراي. ولكن نساو الله جل شانه كل كلمه قبل ما ينطقوا الا الله يعلم ما في صدورهم. فانزل الله الايه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين. فخرج وانفض، قال لهم شوف هذا الاجتماع يكون في غايه السريه، عندكم شي واحد يخرج هالهضره، الكلام سر. الليل نجمعوا في هالليله نحسموا الامر. فجمعوا الشباب وجبريل فاذا به ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا الله كيقرا عليك السلام ويقول لك شوف هالليله ما تباتش في فراشك. شكون اللي غادي يتنعس في المكان ديالك؟ علي ابن ابي طالب، علي ابن طالب. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، انا لا اسرد الاحداث انما اختصارا لاستنباط العبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ووجد الشباب من قريش محيطون ببيته وما بغاوش يدخلوا عليه البيت، لان كانت الحرمه عند العربي، العربي القح ما يقدرش يقتحم البيت لان فيه نساء، عيب. هذا ابو جهل، ابو جهل ابو لهب، عيب عندهم انهم يقتحموا البيت على الاسره. كيف ما كان الحال خليه حتى يخرج من بيته وضربوه. فجاء الشيطان في الروايات صرخ قال لهم ان محمدا قد خرج، راه خرج. فسمع ابو جهل الصوت وهو في بيته فجاء يهرول بثوبه يهرول، فقال للشباب اين محمد؟ قالوا في البيت. قال لهم شوف ارقبوا عليه من ثقب الباب، قال له هو مسجن بثوبه، قال له لا دخلوا عليه راه وحده. فاقتحموا عليه البيت، فلما كشفوا الغطاء عن النائم وجدوه علي بن ابي طالب. اه انت هو؟ فين هو محمد؟ لا ادري، ضربوه لا ادري، مشاو عنده للبيت. فخرجت اسماء بنت ابي بكر، فين هو باك؟ لانه خرج معه لا ادري. فضربها ابو جهل حتى اسقط قرطها من اذنها. ثم جن جنونهم، اللي يجيب محمد حي او مقتول عندهم 100 ناقه. فبداوا يبحثون يبحثون، والنبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، غار ثور فيه زوج متر، زوج، ما عنده باب ما عنده سرجم ما عنده كذا ما عنده حراسه مشدده. دخل هو ابو بكر الصديق وبحثوا وتتبعوا الاثار حتى وصلوا الى غار ثور. الى بغى الله يحفظك راه ما كانش اللي يضيعك، الى بغى الله ينصرك ما كانش اللي يهزمك، الى بغى الله يقويك ما كانش اللي يضعفك ابدا. فنظروا في الغار قالوا ما كانش محمد هنا. ابو بكر الصديق بقى يرجف خاف يبكي، يا محمد يا رسول الله يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدميه لابصرنا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه، ما عنده جيش، ما عنده، لا تخاف تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، احنا زوج، وشكون الثالث ديالنا؟ الله جل شأنه هو الذي يرعانا ويحفظنا، ما تخافش. ونزلت الآية إلا تنصروه، عندكم تقولوا احنا كنصروا الدين، اش تنصر انت الدين؟ الله هو اللي كينصر الدين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوفوا أيها الإخوة الكلمة وكنتأملوها مزيان، إن الله معنا. قل دائما إن الله معي، والله ما يخصك خير، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. كاين جنود الله اعلم، وما يعلم جنود ربك الا هو. ابقى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام مع اتخاذ الاجراءات والوسائل والاسباب
المطلوبة 3 أيام وهو في الغار، وبقوا يبحثوا عليه وبحثوا قطعوا الياس، ما كانش محمد، مشى محمد، ذهب محمد، انفلت محمد، هرب من محمد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو وأبو بكر الصديق والخريط اللي كيعرف الطريق وهو عبد الله بن أريقت. هذا عبد الله بن أريقت سبحان الله كان كافر، عطوا له الأجرة، الأجرة ربما تكون غير ناقة واحدة، ناقة واحدة، ولكن مشركون مش حال عطوا باش يجيبوا محمد 100 ناقة، هو غير ناقة، هو عرف يعرفهم فين. ومع ذلك العربي القح الشهم ما يقدرش يبيع أخوه، ما يقدرش يأكل لحم أخيه، أخيه الإنسان، أخيه الإنسان ماشي مسلم، ما يقدرش يغضب، ما يقدرش يخون العهد. إحنا تلقى المسلم الآن يقول لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخونك، يخدعك، يأكلك، يأكلك. فهذا كافر بالله. وصلهم المدينة المنورة، فبذلك انتصر الإسلام وانتشر الإسلام وأصبحت دولة فتية إسلامية، وأصبح المسلمون الآن في كل مكان بفضل الله وفضل هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصبره وجلده صلى الله عليه وسلم. احنا مسلمين باش مسلمين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا الإسلام الحمد لله. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل من أجلك أنت، من أجلي أنا، من أجلينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل من أجلنا، كل هذا الصعاب تحملها من أجلنا احنا، باش نكونوا منورين، نكونوا عقلاء، نكونوا إنسانيين، نكونوا نعرفوا ما لنا وما علينا، نعرفوا هذا الكون، نعرفوا رب الكون ورب خالق هذا الكون ورب خالق الخلق سبحانه وتعالى. وإلا لولا الله أرسل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال كنا نعبد الأصنام ونعبد الأوثان ونعبد الحجر ونتقاتلوا ونتقاتلوا فيما بيننا. الإنسان ما يعرفش الإنسان، ولكن الحمد لله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من أجلنا، خصنا نضحيه من أجله، نصلي عليه ونحبوه ونتبع السنة دياله والسيرة دياله، لأن إلا ما تلقيناش وما شفناش في الدنيا راه إن شاء الله نشوفه في الآخرة في الجنة ويجمعنا الله معه. الدنيا رفيتة زائلة، إلا حبيت النبي صلى الله عليه وسلم راه بحال غدا غدا غدا، تقول الله وتنظر في السماء قدامك لي غد، وتكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتشوف فيه وتجلس معه. يا ربي ما تحرمناش من السكن والجلوس والجوار.